السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. والبداية من الملف الفلسطيني حول مقاومة التطبيع، حيث دعت القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية لاعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم رفض شعبي انتفاضي لاتفاقيتي التطبيع اللتين وقعتهما الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، واللتان من المزمع أن يتم توقيعهما في ذلك اليوم. بيان القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية دعا لاعتبار الجمعة المقبل يوم حداد ترفع فيه الأعلام السوداء في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، فيما تخصص خطبة الجمعة لرثاء الأنظمة العربية حسب نص البيان، الذي دعا أيضاً لنبذ كل الخلافات الفلسطينية والمشاركة في هذا الكفاح الشعبي التحرري، قائلاً: لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة. التقرير التالي للزميل عبد الكريم مبارك. Both leaders also agreed that Bahrain will fully normalize its diplomatic relations with Israel. بعد أن أماط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثامة عن اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب، والذي جاء بعد أقل من 30 يوما من إعلان اتفاق مماثل بين الاحتلال ودولة الإمارات، حتى تباينت ردود الأفعال بين الترحيب والتهليل وبين الغضب الشعبي والدولي للخطوة البحرينية. وكردة فعل على اتفاق البحرين، أصدرت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في فلسطين المحتلة بيانها الأول بعد تشكيلها من قبل الفصائل الفلسطينية، معلنة عن برنامج فعاليات شعبية جماهيرية رفضا للاحتلال والاستيطان، ورفضا واحتجاجا على توقيع اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال. بيان القيادة أكد أن برنامج الفعاليات الشعبية ما هو إلا خطوة من الخطوات الفلسطينية قامت بها جميع الفصائل بما فيها حركة حماس وفتح والجهاد لتوحيد جهود المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، ولإعادة تفعيلها بشكل يليق بالتحديات الموجودة، ولتثبت للعالم أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك هنا وهناك. أما على الجانب الآخر، كانت سلطنة عمان أولى الأصوات المرحبة بالاتفاق، ولكن بالتأكيد بعد مصر والإمارات، حيث أكدت الحكومة في مسقط أن اتفاق البحرين يأتي في إطار حقوقها السيادية، مضيفة أنها تأمل في أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية، وهو ما يجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية. كما وأعربت مسقط عن تفاؤلها بأن يعكس هذا التوجه تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. ورغم التحركات الفلسطينية لمواجهة رياح التطبيع التي تجتاح المنطقة والتي تسقط الدول العربية الواحدة تلو الآخر، لأن أبوظبي والمنامة ربما لن تكونا آخر عاصمتين خليجيتين تنضمان إلى حظيرة التطبيع، فالسعودية وربط حكامها التطبيع مع الاحتلال بمبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ستكون موضع جهد أمريكي خاص في الفترة المقبلة لإقناعها بإقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال، وهي مهمة عراب صفقات التطبيع كوشنر والوفد المرافق له خلال زياراته المرتقبة للمملكة. أرحب معي لمناقشة هذا الملف بالكاتب والباحث البحريني أستاذ جواد عبد الوهاب، وكذلك من الدوحة بالقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس حسام بدران. واسمح لي أن أبدأ معك سيد حسام بدران، هذه القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية، ما هو دور حماس فيها؟ وهل هناك أي معلومات حول ممن تتكون هذه القيادة الموحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلان عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عبر بيانها رقم 1 هي ثمرة اللقاء الذي تم مؤخرا للأمناء العامين، والذي كان بالتزامن ما بين رام الله وبيروت، وصدرت عنه كما هو معلوم العديد من القرارات، كان من ضمنها الموضوع المتعلق بهذه المقاومة والقيادة الوطنية الموحدة. لذلك هذه خطوة تراكمية أخرى تضاف إلى الجهود التي نعمل عليها منذ عدة شهور في الساحة الوطنية الفلسطينية
لتجسيد الوحدة الوطنية والعمل المشترك خاصة في هذه المرحلة الحساسة. يعني هل يمكن أن نستنتج أستاذ حسام بأن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية هم أعضاء في هذه القيادة الموحدة؟ هو كما قلت هو قرار صدر عن هذا الاجتماع، لأن التشكيلة والهيكلية يعني ليس لهذا الوقت الحديث عن تفاصيلها وأسمائها، لكنها بلا شك تعبر عن الفصائل والقوى التي شاركت في اجتماع الأمناء العامين، ونحن نتحدث عن مقاومة شعبية شاملة متفق عليها، وهناك خطوط وأسس لها يعني جرى التباحث بها بين مختلف القوى والفصائل، وكما قلت هذه ثمرة ونتيجة عمل متواصل دؤوب خاصة ما بيننا وبين الأخوة في حركة فتح. كل الفصائل طبعا هي منضوية تحت الأمناء العامين، والهيكل الأساسي لهذه القيادة طبعا متشكل من حماس وفتح، وأيضا بقية القوى الفلسطينية العاملة والفاعلة في الساحة الفلسطينية. ابقى معي أستاذ حسام بدران، أرحب مجددا أيضا بالأستاذ جواد عبد الوهاب الكاتب والباحث البحريني، كما انضم لنا أيضا الكاتب والباحث الفلسطيني دكتور كامل حواش. أستاذ جواد، كيف يتفاعل الموقف الشعبي لديكم في البحرين إزاء اتفاقية التطبيع؟ مجلس النواب المشكل من مجلس الشورى ومجلس المجلس الأمة البحريني من النواب والشورى يقول بأن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة البلاد، لكنه يطلب التشاور في اتفاقيات مقبلة، لكن من يتحدث عن موقف الشعب البحريني؟ هل مجلس النواب يمثل الشعب البحريني برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أولا يعني الجميع يعرف أن هذا المجلس صمم وفصل على مقاس السلطة، فالسلطة هي التي تقترح المشاريع ومن ثم يقوم البرلمان بالتصديق عليها، وإذا لم يصدق عليها فهناك مجلس الشورى الذي يعني قراراته نافذة على قرار البرلمان، ولذلك السلطة أي مشروع تريد تمريره تمرره عبر هذا البرلمان بعقلية السلطة وبسياسات السلطة. ليس هناك أي مشروع شعبي مرر داخل هذا البرلمان. يعني هل أفهم منك بأن هذه الاتفاقية تحتاج حتى ولو شكلياً لمصادقة البرلمان البحريني في وقت لاحق؟ يعني من المعروف أن الاتفاقيات والمعاهدات يصادق عليها البرلمان، هذا في كل دول العالم. وما يمنع التطبيع اليوم في الكويت هو البرلمان الكويتي، لأن البرلمان الكويتي لديه صلاحيات أكبر من البرلمان البحريني. البرلمان البحريني وقف عائقا أمام تقدم الديمقراطية في البحرين، وأيضا مرر المشاريع السلطوية. السلطة في هذه خاصة هذا البرلمان أستاذ، عندما انتخب هذا ليس منتخبا وإنما عين أعضاءه عبر العزل السياسي الذي استبق الانتخابات، قامت السلطة بحل جميع الجمعيات السياسية الفاعلة ومن ثم حرمت على أعضاء هذه الجمعيات الاشتراك في هذا البرلمان، وجعلت من اختيار اللجنة الانتخابية لمن يحق له الترشح للانتخابات. إذن باختصار ترون بأنه لا يمثل موقف الشعب البحريني من التطبيع؟ أبدا لا يمثل موقف الشعب، ولذلك جاء التصادم بين الشعب وبين هذه الخطوة، ولاحظنا سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر المسيرات التي خرجت الليلة الماضية وهي ترفض هذه الخطوة. نعم. دكتور كامل حواش، كيف تنظرون لتشكيل قيادة موحدة فلسطينية للمقاومة الشعبية؟ هل ترون بأن هذا الإعلان الذي تم عبر التلفزيون الرسمي الفلسطيني ببيان رقم واحد يمكن أن يكون مؤشرا لموجة جديدة من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال؟ يعني هو تأخر كثيرا في الواقع، لم انتظروا حتى حصل تطبيع وتراجعت القضية الفلسطينية إلى أخطر يعني ما وصلت له على السنوات الماضية. أرحب به طبعا، الفلسطينيين يرحبون بذلك. عادة الانتفاضة تحصل ويتبعها يعني تنظيم وغيره،
إذا كان هناك فعلا مخطط، وهذا ضروري، مخطط لانتفاضة أو حراك شعبي يعني يكون منظما، فهذا يعني ضروري. ولكن كما أقول يعني نحن نتكلم عن أن انتظرت الفصائل وانتظرت السلطة حتى الآن ليتم ذلك. ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، بس أن تحصل. السؤال هو كيف سيترجم هذا البيان إلى الوقائع على الأرض. يعني أنا دائما أقول أن ما سيقلق إسرائيل كثيرا هو أن تتعطل حياة المستوطنات، حياة المستوطنين. إذا تم في نقاط التماس مع كل مستوطن، تخيلوا كل مستوطن شعر كل يوم عندما يقوم من نومه سأضطر أن أذهب إلى مخرج المستوطنة، وقد يكون هناك فلسطينيون في الطريق يمنعون حركتي. هذا السؤال هو على قيادة المقاومة. لذلك أسأل أستاذ حسام بدران معنا من الدوحة، هل في إعلان أمس وفي مشاورات حماس مع كل الفصائل في هذه القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية حديث عن خطة لكيف سيتم تفعيل المقاومة الشعبية التي أعلن عنها؟ طبعا نحن لا نتحدث عن قفزة في الهواء ولا مجرد بيان بدون يعني مضمون. هناك مشاورات واتفاق مبدئي بيننا كفصائل فلسطينية على تفعيل هذه المقاومة الشعبية تدريجيا ومرحلة بعد مرحلة، وأن تكون في النهاية تصل إلى العصيان المدني الشامل، ويسبقها طبعا بلا شك التضييق على حركة المستوطنين وقوات الاحتلال والاصطدام حيثما أمكن مع هذه الآلة الإجرامية الصهيونية. نحن لا نتحدث عن رفع شعارات ولا اعتصامات ولا احتفالات فقط، وإن كانت هذه أيضا مطلوبة، لكن نحن نعلم أن هذا الاحتلال لا يمكن أن يغير قراراته ولا سياساته إلا إذا وجد أن هناك فعلا ميدانيا حقيقيا قويا متراكما شعبيا، بالذات في الضفة الغربية والقدس، وهذا بإذن الله ما نحن ساعون إليه. نحن ندرك أن هناك تحديات كبيرة، وأن ربما مراحل عديدة مرت على الشعب الفلسطيني أدت إلى يعني شيء من التراجع العمل الوطني المشترك، لكن التحديات كانت كبيرة. الإرادة إن شاء الله عندنا أيضا قوية ومتينة، ونلمس ذلك لدى مختلف الفرقاء في الساحة الفلسطينية، ونعمل ونأمل ونحن جاهزون إن شاء الله. طيب الآن بالنسبة للأمل، هذا أمل دائما موجود، لكن العمل هو الذي سيحدد نجاح وتحقيق ذلك الأمل. فلذلك أسألك على حماس تحديدا، ما هو القسط الذي تتحمله في التعبئة الشعبية لنجاح هذه المقاومة؟ نحن من جانبنا سنسخر كل ما لدينا من إمكانيات في الميدان وفي العمل الإعلامي وفي العمل السياسي، و لدينا حاضنة جماهيرية قوية كما هو معلوم في الضفة الغربية. ربما أحداث الانقسام الفلسطيني حالة دون أن تأخذ هذه الحالة حظها وتبذل إمكانياتها. إن شاء الله نحن في مرحلة مختلفة، ونحن دعونا وندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية وخاصة أبناء الحركة وكوادرها وأنصارها للتحرك ضمن النشاطات التي سوف تعلن عنها عبر القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، ونحن ومعنا كافة الفصائل قادرون إن شاء الله على تغيير المعادلة وقلب الطاولة، ليس على الاحتلال فقط وإنما على من يهرولون للتطبيع معه، ظانين أن الحالة الفلسطينية الداخلية التي مرت بصعوبات ما يعني يعرفها الجميع أنها وصلت إلى حد يعني لا يمكنها التحرك. الشعب الفلسطيني يمكن المراهنة عليه دوما، وقواه الفاعلة إن شاء الله هي جزء من هذا الشعب تتحرك بعمل مشترك لتغيير الحالة والواقع على الأرض وفي الميدان وأيضا على الساحة الدولية التي تراقب بلا شك الأداء الوطني الفلسطيني بشكل مباشر. انضم لنا أيضا عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد إياد نصر من غزة. أستاذ إياد أهلا بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. فتح، ما هو دورها في هذه القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومن وجهة نظركم في فتح كيف يمكن أن تتحول هذه القيادة الموحدة للمقاومة إلى ربما لبنة أساسية لقيادة فلسطينية موحدة، ليس فقط للمقاومة ولكن لكل الشعب الفلسطيني؟ يعني بداية هذه القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية والتي أصدرت بيانها الأول يوم السبت مساء هي حالة من حالات التعبير عن الوحدة الفلسطينية في التصدي لهذا التنادي الصهيوني الأمريكي والانهيار العربي
في موقف الإمارات والبحرين، وهذه القيادة الموحدة جاءت لتعبر عن مخرجات اجتماع الأمناء العامون الذي انعقد في 4 سبتمبر الجاري، والذي أكدوا فيه أننا موحدون في مجابهة هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية وسياسة التطبيع. ويؤكد هذا الجسم الذي انبثق عن منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي أنه هو إحدى ثمار هذا الاجتماع وإحدى ثمار اللقاء الفلسطيني الجامع الذي دعا له السيد الرئيس محمود عباس. طيب، هل يمكن اعتبار هذا أن الخلافات أصبحت وراء ظهورنا، وأن مرحلة جديدة من العمل الفلسطيني المشترك قد بدأت؟ واضح تماما أننا ذاهبون بهذا الاتجاه، وواضح تماما أن اللجان التي شكلت نتاج هذا الاجتماع بدأت بالفعل على الأرض، مخرجاتها تظهر، وأنه اللقاء الأول والنشاط الأول والفعالية الأولى يوم 15 هذا الشهر تعبر فيها كل فصائل العمل الوطني والإسلامي على قلب رجل واحد في مجابهة التطبيع، وستنطلق كل في كافة أماكن تواجده لتعبيرها عن رفضها لهذه المشاريع التطوعية للقضية الفلسطينية وحالة الانحراف العربي في الموقف الإماراتي البحريني الذي خرج عن كل المعايير التي أقرتها القمم العربية وأقرتها قمة بيروت خاصة، وما انبثق عن المبادرة العربية، وتأكيدا على أننا وأن شعبنا الفلسطيني عند هذه المحن سنكون دوما على قلب رجل واحد، وسنتصدى لكل من يحاول مساس قضيتنا والعبث بها، وفعلا سنقلب الطاولة على كل المتآمرين، وحتى لو كلف الأمر أننا لازلنا نقول أننا نحتاج إلى ظهيرنا العربي، نحتاج إلى ظهيرنا أن يكون معنا، ونحتاج إلى كل الشرفاء والأحرار في العالم العربي أن يكونوا معنا، وهذا لن يسقط من خياراتنا يوما من الأيام، لكننا لن نقول يا وحدنا، وسنستمر في المسيرة نجابه هذا الاحتلال ونجابه السياسة الأمريكية التي تحاول إنهاء وجودنا الفلسطيني. ابقى معي أستاذ إياد نصر. أستاذ جواد عبد الوهاب، عندما تسمع أنت كبحريني خبر تكوين قيادة موحدة لمقاومة هذه الاتفاقات، مقاومة شعبية فلسطينية، وأن السبب كان هو قيام نظام عربي بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى ترون الآن أن الفلسطينيين أيضا بدورهم هم يردون على ما قامت به حكومتكم في البحرين؟ شوف أستاذ، هذه القضية قضية فلسطين، قضية لا تموت أبدا، وفي كل انعطافة وفي كل مرحلة تآمرية تاريخيا من اتفاقيات كامب ديفيد مرورا بوادي عربة وأوسلو واليوم هذه الاتفاقيات، كلها تجعل من القضية الفلسطينية انبعاث جديد وانطلاقة جديدة. هذه الخطوة خطوة جدا ذكية من قبل الفلسطينيين، فهذه القيادة الموحدة ليست لديها علاقات مع أي دولة من دول العالم، فهي متحررة من القيود التي عادة ما تفرض سواء على السلطة أو على حتى الحركات الجهادية نتيجة تشابك العلاقات. ثانيا، أن هذه القيادة الموحدة ستقود مرحلة مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية، وربما تصل إلى مرحلة انتفاضة كما ذكر الأستاذ من الدوحة، مرحلة عصيان مدني، وهذا ما يقلق الكيان الصهيوني. فهي إذن متحررة، ستقود الشعب الفلسطيني في مرحلة جديدة متحررة من الضغوط الخارجية. شوف بس خلني أكمل على نقاط الضعف في الخطوة الإماراتية البحرينية، أن هذه الدول لا تعطي إسرائيل شيء على فكرة، دول ضعيفة كانت الحاجة لنتنياهو وترامب أن يقدموا هذه الورقة اليوم. كانت إفلاس الوقت لدي، يعني الإمارات دولة غنية بإمكانها أن تعطي المال لإسرائيل إن أرادت، لها ثقل اقتصادي يمكن إسرائيل بتستفيد منها في الاستثمارات المالية والاقتصادية على هذا الصعيد، لكن من الناحية السياسية من الناحية العملية هذه الأنظمة لا، خاصة البحرين ليس لها لا وزن اقتصادي ورقم، يعني بدل ما يكون دولتين يقولون ثلاث دول،
يعني تشكل فقط رقم. طيب دكتور كامل، بالنسبة للمقاومة الشعبية الفلسطينية، إلى أي مدى ترون أن هناك حاجة لإشراك كل قطاعات الشعب الفلسطيني، ليس فقط الفصائل الفلسطينية؟ سؤال عن أي أشكال المقاومة الفلسطينية غير المنضوية بالفصائل، هل لها دور أيضا؟ أكيد، يعني يجب أن نتذكر موضوع البوابات الإلكترونية في القدس من حوالي 3 أعوام. لم يكن هناك وراء الحراك أي فصيل أو غيره. في الواقع كان غياب حتى للسلطة الفلسطينية في القدس ما ساعد إلى حد ما في كانت فعلا كان حراكا جماهيريا شعبيا وليس فصائليا، ودعمه، وهذا عمق مهم، العمق من فلسطينيي الداخل أيضا. وحتى هم في الوضع الحالي هم يعلمون أنهم يعاملون كفلسطينيين 48 كأقل من درجة ثانية من ناحية السكان، مع أن لديهم جنسيات وغيرها. فالحراك يجب أن يكون في كل أماكن التواجد الفلسطيني. غزة كان هناك مثال رائع بالنسبة للتوجه إلى السياج مع إسرائيل في مسيرات العودة. في الضفة الغربية كان أيضا في الماضي بناء قرى يذهب إليها الشباب ويستعيدوها من وأيضا طبعا مناهضة الجدار، وتم في بعض الأحيان حتى أن المحكمة العليا الإسرائيلية يعني غيرت مسيرته. فهناك أمثلة كثيرة ممكن أن يشارك بها الشعب الفلسطيني حتى قبل أن نصل إلى الفصائل. طيب، ما تفعله الفصائل طبعا هناك تنظيم ممكن أن يستعمل لجلب الناس ولتحريكهم، وهذا هام أيضا. يعني أتمنى فعلا يوم الثلاثاء القادم أن يكون هناك خروج كبير للفلسطينيين، لا ينتظروا دعوة لا من فصيل ولا من غيره. طيب، لذلك أسأل الأستاذ إياد نصر عن الفعاليات وشكل ذلك اليوم الانتفاضي، يوم الثلاثاء وكذلك يوم الجمعة. إلى أي مدى يمكن أن نفهم بأن هذه الحركات الانتفاضية هي أسلوب تدريجي يمكن أن يتطور مع تطور هذه الانتفاضة؟ يعني بالتأكيد شعبنا لم تنفد أدواته ولم تنفد أدوات نضاله. شعبنا الفلسطيني في كل المراحل، وكما تفضل أحد ضيوفك عندما قال أنه برغم كل المؤامرات التي مرت على الشعب الفلسطيني كان يخرج منها أكثر عنفوانا وأكثر ثأرا لقضاياه وثأرا لحقوقه. لأجل ذلك أقول أن حالة الوحدة الوطنية ربما تشكل دافعا معنويا كبيرا وتنهي سنوات طويلة من الاقتتام شكلت معاناة كبيرة لشعبنا. لأجل ذلك أقول أن كل القضايا المطروحة اليوم على الطاولة تتمثل في الهم الوطني وفي كيفية مجابهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. حالة الفعاليات التي دعت لها القيادة الموحدة والتي تبدأ يوم 15 وتستمر إلى نهاية هذا الشهر، في اعتقادي أنها ستكون حالة وحدة حقيقية على الأرض، تنسجم فيها كل فصائل العمل الوطني والإسلامي وتكون معا، وأن الدعوة عندما توجه بهذا الصوت إلى جماهيرنا تكون أكثر زخما وأكثر قوة على الأرض بدلا من أن يدعو لها حصيلا واحدا. لأجل ذلك سنرى في الأيام القليلة القادمة بعد غد إن شاء الله، سترى كيف سيعبر شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على مستوى الأرض وعلى مستوى العالم، يقول فيها كلمة تنفصل أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية والبحرين والإمارات، وكيف أن لهذه الدول رفعت على سارية الذل علم إسرائيل في أوساطها. نقول أن هذه الفعاليات سيكون فيها صوت الشعب الفلسطيني. شكراً. الذي يقول لكل العالم أننا قادرون على حماية حقوقنا وحماية قضايانا. شكرا جزيلا لك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد نصر. أستاذ جواد، كيف تنظر لما قامت به دولتكم في سياق تطبيع خليجي؟ أنت تحدثت عن الدور والتأثير السياسي للبحرين، لكن لا يخفى عليك بأن هذا التطبيع أصبح كالقاطرة تجر دول أخرى. سلطنة عمان أعلنت ترحيبها بهذه الخطوة، ألا تخشون أن كما يقال بالمثل أن تكون المسبحة وتصبح البحرين حلقة في حلقات التطبيع؟ شوف، هو هذا مو تطبيع، يعني هذا الإعلام يقول تطبيع، الإعلام الصهيوني الأمريكي، هو إقامة حلف موجه ضد المقاومة، حلف أمني وعسكري وسياسي سيوجه ضد محور المقاومة في كل مكان، في فلسطين
وفي العراق وفي إيران وفي لبنان وأيضا اليمن، فهو أكبر من تطبيع. ولذلك هذه الأنظمة الوظيفية لا تستطيع اليوم إلا أن تتماشى مع القرارات. لاحظ أن ترامب أو نتنياهو صرح بعد إعلان ترامب عن اتفاق البحرين، نتنياهو قال هذا الأمر، قال أن الرئيس الأمريكي اتصل بالملك البحريني وأمره أن يعلن الاتفاق اليوم، كان المفروض يعلن يوم الثلاثاء القادم بعد احتفال الإمارات بالتوقيع، لكن أمر ترامب أمر ملك البحرين بأن يعلن ذلك. السؤال أنتم في البحرين كيف سيتغيرون هذا الموقف؟ هل يمكن بالضغط الشعبي أن تغير البحرين من مقاربتها مع الاحتلال؟ طبعا الموقف الشعبي جدا قوي، والنظام وضع نفسه مرة أخرى ووسع دائرة المعارضين له. إذا كانت في الماضي ثورة 14 من فبراير ثورة اتهم النظام الشيعة بالقيام بها، اليوم الشعب البحريني بكامله الموالات، اليوم 17 جمعية أصدرت بيان ترفض هذه الخطوة وترفض التطبيع بأي شكل من أشكال التطبيع، سواء ثقافي رياضي سياسي أي شكل من أشكال التطبيع. 17 جمعية اليوم، على الرغم من أن الجمعيات هذه الجمعيات قائمة لم يحل لها النظام، يعني جمعيات المجتمع المدني. ماذا بعد الرفض؟ البيانات أسهل شيء في أشكال المقاومة إصدار بيان، لكن هل ستتأثر الحكومة البحرينية بهذه البيانات؟ نعم تتأثر. أولاً أن هناك من تجرأ، شوف السلطات البحرينية مهدت لهذه الخطوة وهي ترفض أي حل سياسي للأزمة القائمة، لأن القبضة الأمنية تكون ماشية حتى على التغريدات، كانوا يعتقلون الأشخاص ويحاكموا بثلاث سنوات سجن لأنهم مثلا غردوا ضد سياسات النظام. كل هذه الإجراءات كانت معدة لهذا اليوم، من أن لا يعترض على هذه الخطوة أحد، وأصدرت قانون للبرلمانيين ممنوع النقد، يعني أول مرسوم. ولذلك فإن إعلان هذه الجمعيات وإعلان الشعب البحريني رفضه هو تجرع على إجراءات السلطة، وستتماشى يعني ستتطور هذه الإجراءات من قبل الشعب البحريني في رفض السياسات. دكتور كامل، بيان المقاومة الشعبية الفلسطينية بقيادتها تحدث عن نعي الأنظمة العربية في يوم الجمعة، رثاء الأنظمة العربية، كيف تنظر لهذه الزاوية؟ وهل تعتقد بأن الأنظمة العربية الآن أصبحت بصمتها على الأقل كلها متآمرة على القضية الفلسطينية؟ يعني أولا أنا في تغريدة تمنيت أن يعطوا جائزة نوبل لترامب حتى يحل عنا، بما معناه أنه حصل على دولتين يعني أقاموا اتفاقيات مع إسرائيل، وهو جدا يريد هذه الجائزة. هل هذا موضوع قد يكون خارجا عن ما سألته، ولكنه جائزة على ماذا؟ يعني هل يعتقد أنه يحقق السلام بذلك كما يزعم؟ لا أبدا، هو يريد الجائزة، جائزة نوبل عنده من أهم ما يريد أن يحصل عليه قبل أن يترك الحكم. والفوز بالانتخابات طبعا هذا الشيء الآخر الذي يريده من كل هذا الحراك، فعلى الأقل إذا منحوه ذلك فقد يتأخذ يحل عنه يعني. مثلا أتمنى ذلك يعني. أما بالنسبة للأنظمة العربية، نحن نعلم أن هناك يعني سميها تحت الطاولة سميها ما تشاء يعني علاقات بين إسرائيل ودول عربية عديدة. النقطة الآن هو أن الرئيس الأمريكي، وأنا أقول هو ليس نتنياهو بالتحديد، أعتقد نتنياهو كان يفضل الضم، أن ينتهي من موضوع الضم على أن يكون هناك اتفاقيات سلام، ولكن بالنسبة لترامب كان عقد هذه الاتفاقيات أهم، شايف كيف؟ لأنه بالنسبة لهم من موضوع الضم هذا من صلب في صلب الصهيونية، وهو الحصول على الأرض، يحصل على الأرض. لكن أولويات ترامب مختلفة. نعم، وهو عارف طبعا نتنياهو أنه سيستطيع الضم في أي وقت على كل الأحوال، يعني من سيقف له الآن؟ يعني هذه نقطة. فبالنسبة للدول العربية يعني نحن نعرف ليس فقط البحرين، ولكن دول العربية أخرى كثيرة قد تتجه للتطبيع. هناك حديث عن عمان والسودان، أن الشعوب ليست مع هذا الأمر، نحن نعرف ذلك. هل سيضغطوا بطريقة كافية على هذه الدول؟ من الصعب أن نعرف ذلك. بالنسبة للسودان نحن سمعنا أنهم يعني يريدون رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، وبالنسبة لهم هذا أهم من أي شيء ثاني،
بالنسبة لهذا النظام الذي يحكم في الوقت، لكن حتى الآن يبدو بأنهم أخفقوا بإقناع السودان بالتطبيع أولا. لا لا، احنا ما قلنا انهم اخفقوا، السؤال هو التوقيت. يعني فعلا اعتقد ان الكثير استغرب ان البحرين انضمت ليوم الثلاثاء. كان ممكن، انا اعتقدت ان بالعكس ترامب قد يؤخرها بعض الاسابيع ليكون اقرب لموعد الانتخابات، وقد يكون هذا التحضير الان يعني تغريده عمان مثل تغريده البحرين قبل بعد اتفاقيه الامارات، كانهم يحضرون انهم نحن القادمون يعني. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث الفلسطيني دكتور كامل حواش، كما أشكر أيضا الكاتب والباحث البحريني جواد عبد الوهاب، كما أشكر القيادي في حماس حسام بدران كان معنا من الدوحة، والقيادي الفلسطيني عضو مجلس الثوري في فتح إياد نصر. إلى ملف